أديبة مصرية استطاعت أن تتناول قصص النساء التي فقدن الأمل والرغبة في الحياة، وحاولت أن تمنحهن الأمل مرة أخرى والحق في الحياة بطريقة روائية شيقة ربطت بين جميع شخصياتها بشكل سلس فاجأ جميع قرائها. القصص النسائية فيها دراما بشكل أقوى، يعني أنا هم الستات تقريبا المجتمع كله، هم بيبقوا عندهم الحادثة اللي بتحصل ممكن لحد في أي يوم بالنسبة لهم ممكن تبقى حادث كبير، يعني ما يبقوش قادرين يقولوا هو الناس إزاي مش ملاحظة، يعني إزاي أنا مش ملاحظة إن البنت دي ماتت على الرصيف قدام أمها. ممكن واحد يقول مع الله يرحمها يعني موتة مأساوية، الستات بياخدوها في نفسهم بيحطوا نفسهم مكانها وبيفضلوا ممكن يعني كوابيس شديدة تراودهم من الموضوع ده. الكاتبة نورة ناجي على الرغم من صغر سنها إلا أنها تسعى دائما لنيل الجوائز الأدبية، فهي إحدى المرشحات لجائزة سويرس الثقافية في دورتها 14 عن روايتها بنات الباشا. في الأول هي ما بتكتبش بالترتيب، هي عبارة عن مجموعة قصصية يمكن أنت سمعت، مجموعة من البنات، كل فصل بنات معين، بنت معينة، فبدأت كل ما تكتب حاجة توريها لي، اقري يا ماما فعلا تعجبني، لا دي شيلي دي، لا حط دي، غلطات إملائية، حاجات. ظاهرة انتشار الأقلام النسائية في الوطن العربي ظاهرة لافتة بكل المقاييس، فبعد أن كانت أعداد الأديبات محدود شهدت الآن الساحات الأدبية تواجدا نسائيا مكثفا. يمكن احنا ياسمين معتادين في حياتنا عموما، يعني كانون الناس عموما في مفردات كده بنيجي عندها وستوب، حط تحتها خط احمر وما نقولهاش حتى. انا لقيت نفسي بقرا المفردات دي في روايه نوره وانا مش متضايقه، بس انا مصدومه انها عرفت تقولها، عرفت تجيبها، عرفت تحاكي البنت اللي بتعاني منها رفضها للذكوره ويقال انها مثليه، عرفت تحاكي البنت اللي عندها خلل جسماني او خلل نفسي، عرفت تتكلم بلسان الام اللي بتبيع مش عارفه شباشب وايه عشان تخليها. خدت كل دور اديته حلو جدا بمصطلحاته بوصف لبسه بمكانته. إلقاء الضوء على الإنجازات الفكرية للنساء في الوقت المعاصر يجعلهن عنصرا فاعلا في عملية التنمية المجتمعية، كما أنه بداية لتحرير العقل الأنثوي. ياسمين عبد الحليم، قناة اليوم، القاهرة.